ثقافيا الآن أسدل الستار بدار الثقافة حسن الحسني عن فعاليات الطبعة 12 للمهرجان الوطني للمسرح الفكاهي لدورة 2018 والمرفوعة أقول لروحي فقيد الكوميديا الممثل الفكاهي الطيب أبي الحسن، حيث تم تتويج مسرحية البروسي لجمعية شباب وفنون طابلات من المدية بجائزة العنقود الذهبي عن نص مجلس العدل للكاتب توفيق الحكيم. نتابع مشاهدينا سويا تفاصيل الاختتام في ميكروفون حكيم شاوش. هو الفرحة راهي عارمة بزاف بزاف، والشرف لينا كبير أننا كنا احنا اليوم مثلنا ولاية المدية، ولاية المدية هي اللي تحصلت على جائزة العنقود الذهبي. وراني فرحان لأن العمل تاعي ما راحش باطل، التعب تاعي مع الممثلين والمخرج والناس في طريقي. المسرح فضاء من فضائية الحرية، وهو كان كذلك في العروض التي عينته في المدية كان حر طليق ليس له قيود، مس كل الجوانب وهذا إيجابي.